سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم على صح يعني حقيقه الصبغات بدون ديكاباج. علاش وين جبت هذا يعني هذا الفيديو؟ علاش درتو؟ قالت لي وحده دي لنا صبغات على شعر عادي، يعني باينه بلي فوق لي مش اي لون ديره يخرج. اوكي دوك نفهمك، انا تفهم بروفيسيونيل. علاش؟ لانه انا دوك ندير لك لون ذهبي او الوان فاتحه، يعني فوق شعر غامق مستحيل، فوق شعر غامق مستحيل، اي لون ديكاباج فاتح فوق شعر غامق مستحيل، لانه كل شعر يختلف من شعر. انا كيما فندير لكم هذا اللون فوق بدون ديكاباج بدون سحب لون، ما فنقول لكم على شعر طبيعي، لانه شعر مسبوق ما يخرجلكش فوقه، ما تكش هذه منها كامل في القرايه في اسس العلم تاع الصبغات، ما كاش كامل ما تكزيستيش هكذا، لانه انت كتروحي تصبغي دائما تشوفي اللون الحالي. راكي صبغاتو برقم 5 اللي هو الكستنائي شاتان غامق، اللون المطلوب اللي راكي حباته انتيا هنايا، راكي حابه لون فاتح. الالوان الفاتحه نقولوا من يعني 7 8 9 10، يعني الاشقر الفاتح جدا، والبلاتين الاشقر البلاتين، هادو ما تحبي تخرجيهم مستحيل. الاشقر بدون ديكاباج هذه ما كاش منها، هذه يعني يسمعها خبراء التجميل يبداو يضحكوا، لخاطر هذه ما كاش منها. تروحي ديريهم لنفرض مثلا رقم 100 في اندريا دوتي، نزيدو له رقم اشقر فاتح جدا رمادي في اندريا دوتي، هاد الميلونج تروحي حبيتي تفتحي به فيه شعرك، تروحي تحطيه مع شعرك راه مصبوغ شاتان. كي تروحي تحطيه فوق شعر مصبوغ غامق يخرج لك يا بني برتقالي يا بني على عسلي يا عسلي، انت على حساب شعرك واش يمد. مي الا حبيتي اللون يجيك فاتح كيما راكي تشوفي فيه هنايا، هاوليك رقم 100 شحال فاتح ورقم 9.1 شحال فاتح. الا حبيتي هادو الدرجات يخرجوا لك فاتحين كيما راكي تشوفي فيهم كي تخلطيهم فوق شعر فاتح، وفاتح يكون فاتح يعني درجه صافيه باش يخرج لك اللون صافي، لانه الا كان شعرك برتقالي او برتقالي محمر راح يتبدل الميلانج. هادية من بديهيات الصبغه، يعني تتعلموها كي تبداو تتعلموا هذه تعلميها لي علموا كامل. لا انا في الديبي ما تعلمتهاش كامل، يعني تلفولي الرابعه كما نقولوا، يعني العام الاول تاع التعليم تاعي تبحرت فيه اكثر. سي بوغ سا نحب نعلم ورقه بستيلو، ما كاش لي علمك ورقه وتبدراهم وما تعلمتهمش هادوما. المهم يعني الميلانج يعني تشوفي اللون الحالي مع اللون المطلوب حبيتيه اشقر، الميلانج اللي خيرتيه هاوليك، كي ديري فوق هذا ما يخرجلكش اللون المطلوب اللي راكي حباته. باش يخرج لك فاتح لازم على شعر فاتح، والشعر الفاتح كل درجه كيفاش. انا ما رانيش حابه نخلطها لكم، شعر برتقالي واش من لون يخرج، شعر فاتح واش من لون يخرج، كل وحده كيفاش. نعطيكم مثال زين نفهمكم اكثر. نعطيك انا هذا الميلانج كيما نقول لك ديريه يخرج لك اشقر فوق بدون ديكاباج، ندير لك عنوان يخلعك باش ناتيري انا المشاهد، انا ماني خسره والو. ما تروح تخلطي في شعرك ميكي، انا ندير لك يعني نجيب النيه الصافيه ونقول لك هذا الميلانج راني دايره شحال من فيديو في قناتي، ندير لكم على شعر طبيعي اسود ما فيش تراكم صبغات، يعني اللون ياخذ فيه يخرج لك عسالي، على شعر فاتح يخرج لك هكا. فديما نديرها لكم، دوك نوري لكم للمثال هذا. عندك الجذور تاعك طبيعيين هكذا، وعندك شعرك مسبوغ نقولوا رقم 5، هذا اذا صبغتيه خطره واحده. الا عندك تراكم صبغات يعني اللون تاني يخرج كامل ماشي شباب، تروحي تصبغي هذا الميلونج كامل على شعرك هذا كاع، تروحي ديريه في شعرك هنايا يخرج لك في الجذور لون وفي الاطراف لون، هنا يخرج لك بني على عسالي برتقالي يميل للبرتقالي ولا فيه لمعه نحاسيه ولا الى شعرك يكون رقيق بزاف ما سميته يعني سهله ياخذ فيه صبيغه يقدر يخرج لك عسالي فاسيلمون في الجذور. مي كيف كيف ثاني يقدر يفيري لك البرتقالي ولا النحاسي. وهنايا وين ديريه في الشعر المصبوغ هذا الميلونج كي تروحي تصبغيه يخرج لك مارون فونسي ولا كشغل مصبغتيش كامل،
اللي سورتو الا كان عندك تراكم صبغات كاين اللي يحسوك شغل ما صبغوش لانه عندهم تراكم صبغات. في هذه الحاله واش تروحي ديري انت؟ يا الا حبيتي حاجه شابه يعني حبيتي حاجه شابه في الفواتح تروحي تعاودي ديري لي ماش شارجي وتصبغي شعرك فوقه اللون اللي حبيتيه او 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 سمعوني بلا نقول او كاين شحال من حلول. تروحي تستعملي مزيل اللون، درت لكم فيديو تاع مزيلات اللون ايفاسور ولا تنحي هدايا تسبقي تنحي هذا تنحي تراكم الصبغات من بعد باش تقيسي شويه هنايا باش يتفتح لك شويه من بعد تصبغي الميلانج كامل باش يخرج لك في العسليات ولا حاجه شابه. واذا حبيتي توحدي لون شعرك رقم 2 3 4 5 هادوما ما يسحقوا والو، تروحي تعاودي تصبغي في شعرك كامل يخرج لك لون موحد يعني كستنائي غامق جدا كستنائي غامق كستنائي وكستنائي فاتح جدا. يعني في باش تروحي توحيد اللون الوان الغوامق سهله، مي باش تروحي للفواتح لازم الشعره على حساب. اذا كانت طبيعيه نات الشعره ما فيها والو يخرج لك لون عسالي ولا ما يخرجش اشقر، مي الا كانت شعره فيها الجذور ولا غاسين هابطه والشعر مصبوغ من التحت ولا فيه ليماش ولا فيه خدمه مستحيل هاديه تروحي تصبغي هكذاك. يعني لازم حبيتي لون فاتح لازم يكون شعرك كامل فاتح، وباش يفتح تروحي ديري بالياج وتصبغي فوقه ولا تروحي ديري ليماش شارجي اسهل حاجه. فهمتوا؟ هذه هي الوان الفواتح تاع تروحي تصبغي لون فاتح فوق الغامق، هذه ما كاش منها. تروحي تصبغي لون فاتح فوق الغوامق هذه ما كاش منها. قبل ما نختم هذا الفيديو نفهمكم باللي هادو هما الارقام الاساسيه تاع الشعر، يعني يقدر شعرك يكون اسود ثنائي يعني غامق جدا ولا كستنائي غامق كستنائي فاتح اشقر غامق اشقر فاتح اشقر فاتح جدا دوك المهم الى اخره. انتيا تميزي شعرك بالتقريب هكا مادام ما عندكش الميشي كاتالوج في الدار كيلي شعرك بالتقريب. الى عندك شعرك غامق مام اشقر غامق نعتبره شويه غامق من 6 وطلع للفوق حبيتي لون فاتح لازم ديري ديكولوراسيون، لازم تفتحي شعرك جوزي على مراحل التفتيح. كاين مفتحات اللون راني دايره عليهم فيديو ولا ديري ليماش ولا بالياج ولا اذا كنتي دايره اسود غرابي ولا لازم ديكابي شعرك ولا الاحمر ولا هذوما لازم تنحيهم هكذا باش تروحي للون الفاتحه. الا كنتي عندك شعرك هاد الدرجه الا كان شعرك من هاد الدرجه من الاشقر الفاتح وهبط يعني تقدري تفتحي شعرك هكذا. الا كان عندك شعرك غامق مي طبيعي ما في حتى صبغه يخرج لك الوان العسليات عادي تقدري ديري الوان العسليات برك بالمصححات باش ما يفيريلكش ما يروحش اللون على البرتقالي ولا على الاحمر هكذا. هادو مالي فيديو كاملين دايرتهم تاع العسليات كاين شحال من تدرجات راهم في القناه. مي الى شعرك مصبوغ لازم تفتحيه مستحيل يخرج لك اللون غامق. يعني انا اي ميلونج درتو بدون ديكاباش على الشعر طبيعي غامق، مي على شعر فاتح نو. والاشقر تحبش تروحي الالوان الشقرات هادوما بدون ديكاباج مستحيل، لازم تجوزي على مرحله التفتيح. ان شاء الله يكون استفدتوا وعجبكم هذا الفيديو وجام كومونتير ابوني وشان يوتيوب هاديه والسلام عليكم.